السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا أهلا بالناس الطيبة، أحلى وأطيب وأجمل متتبعات ومتتبعين ديال قناة سحر الطبيعة اللي هي كيف ما هي قناتي قناتكم أيضا. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحد الحل سحري، واحد المشكل بزاف ديال السيدات. من اليوم ما غاديش يبقى يتربى لك الكالكير في المجر ديال الماكينة ديالك، وفي نفس الوقت غادي يخرجوا لك الطبايع، وفي نفس الوقت كذلك غادي نعفيك ونهنيك من المشكل ديال الحوايج الكحل، أو لا المشكل اللي كنخرجوا الحويجات ولقاو فيهم الطبايع ديال المسحوق او الطبايع ديال الشهوبيه في الملابس السوداء و غادي تعرفوا على كلشي. غير خليكم معايا ويا ريت يا ريت تشجعوا بنتكم اختكم اللي كتحمق عليكم وكتبغيكم بلايكاتكم وبالتعاليق الجميله ديالكم، وضبلوهم لي الله يضب ربي حسناتكم. شكرا لكم، تنموت عليكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وهنا يا البنات جيت معكم لهاد الوصفه هذه اللي بزاف ديال الاخوات كيطلبوها مني، وهي طريقه ازاله هاد الكالكير اللي كيكون عندنا في الغلاي. ياك كيفاش نزولوه، سواء كانت عندكم طبقه غليظه او لا عندكم طبقه الكالكير رقيقه. غنعطيكم طريقه سهله ماهله بلا خلطات بلا دوك قوت حكيمه تحك، سهله. غير ركزوا معايا وخليكم معايا باش ان شاء الله ما تبقى فيه لا طبقه ديال الكلس لا حتى شي حاجه. اول حاجه شنو كنديروا، كناخذوا الغلاي هكا خاوي خاوي ما فيهش الماء بالمره، هانتوما شفتوه اش كنديروا، كنجيو لهنا كنحطوه فوق البوطه هانا. شعلت عليه النار البنات ياك، شعلت عليه العافيه وكنخليه فوق العافيه وهو خاوي حتى يسخن مزيان. قد ما الغلاي كيسخن فوق النار، النار ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش يعني مهيله بالمره، المهم شي شويه كما كنقولوا زايده غيظه. قد ما الغلاي هو كيسخن قد ما هذيك الطبقه كتنشف وكتنفض كتهز كتقلع من بلاصتها، وغادي تبقى تزول لكم واخا تكون عندكم كاع الطبقه غليظه غادي تزول غادي تنفض. دابا انا حطاه فوق النار، ملي غادي هانتوما لاحظوا معايا حتى حاجه ما مهزوزه، يعني ما محيده حتى حاجه، ها شفتوا ملي تبدا تنفض اكيد غادي نوريها لكم، غير باش ما نشدكمش معايا ويجيكم الفيديو طويل. البنات هانتوما من بعد ما سخن مزيان لاحظوا معايا شوفوا شو دوك الفرتيت هذوك راه كلهم بداو دوك الطبقات كيتنفضوا بحال شي جلفه كتنوض بوحدها. دابا راه سخن بزاف البنات ما بقيتش قادره نقيس الغلاي، ها هو راه هذيك الطبقه. دابا شنو كدير ملي كتسخن كتنفض من بلاصتها وكتولي ساهله لهاد المرحله الثانيه، وهو انني غادي نضيف شويه ديال الماء. سمعتوا كيشنشن، صافي ضيفوا شويه ديال الماء وخليه يواصل السخان ديالو. هاد الماء هو اللي شوف 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 ديك الطبقه النايضه، شوف شوف هاد الماء ملي غيبقى يسخن غادي يخليه ها انتم غادي يخليه هذوك الطبقات كلهم غادي تجيو تلقاوهم تقلعوا من بلاصتهم بكل سهوله. ها انتم البنات بعد ما زولتو من فوق البوطه شوفوا الجناب ديالو ما عرفش مع الشعه واش كيبان لكم، ها انتم كيما بقات فيه حتى حاجه في جنيبات، وشوفوا هنايا شنو العجب اللي نزل البنات. شوفوا 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 شوف ها انتم باش ننزلوا لكم مره. دابا هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه شنو هي، هو انها تبقى لينا هذوك يعني شي شويه. شوف شوفوا يا البنات شوفوا الماء، شوف شوف شو الكالكير، شوف 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 شو شحال نزل، شوف هادشي كله راه غير صحي كناكلو كنديرو فيه الماء ونعمرو اتاي. المهم دابا البنات الخطوه الثانيه شنو غندير، غادي ناخذ الخل، خذوا الخل الابيض ولا اي خل عندكم غادي نديرو هنايا ياك. دابا حنا الغليظ وكما كنقولوا الصعيب حيدناه، هنا عندي بيكربونات الصوديوم، الا ما عندكش ممكن تعوضيها بخماره. غناخذ مثلا شوفي العكزه غنهز قالك بصباعي، غادي ندير واحد شي شويه هنايا ياك صافي، وغادي نعمر عليه الماء. شوفوا شوفوا داك التفاعل داك التكشكيش هو اللي غيزيد ينوض لينا داك الشيء اللي بقى. المهم هو الصعيب تحيد، بقى الطبقه رقيقه هي اللي غادي تنوض بهاد الخماره والخل. غادي نشوف كيتكشكش، غادي نزيد شويه ديال الماء وغادي نردو فوق البوطه ونخلي نجهد عليه دابا النار باش يبقى يغلي. قد ما كيغلي وكيدير الكشكوشه والكشكوشه كتبقى تطلع، قد ما اللي قاصو هاد الماء كيبقى يحيد ويزول حتى غيتحيد عندكم هادشي كامل بالمره. شفتوا البنات انا رجعت البوطه شوف الكشكوشه فين طلعت، قد ما كتطلع الكشكوشه قد ما كيزيد يغلي ويحيد لكم كاع داكشي اللي كاين في جنابو وفي هاد الكعبوب ولا العنبوب ولا اش كتقولوا له الله ما عرفت. المهم ها انتم شوفي طلعت الكشكوشه حتى بغيت تفيض، صافي ونخليه يغلي واحد شي شويه وصافي نزولوه ديك الساعه. صافي ديك الساعه خذوا داك السلك الرقيق اللي كيكون ما كيجرحش ماشي داك الغليظ،
وحكوا هكا من هكا من جنيبات ولا بقات شي حاجه وشللوا وراه غيرجع ان شاء الله هكا كيشعل ما فيه لا كالكير لا حتى شي حاجه. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم الغلايه ديال الضو طريقه راه ساهله، انا ما عنديش باش نطبقها معكم. كتديروا فيه شي شويه ديال الخل وديروا شويه ديال الماء وتردوه تسخنوا فيه الماء، يعني ديروا البريز وتسخنوا فيه الماء عادي، كيبقى كذلك قد ما داك الماء كيغلي فيه هو فيه الخل قد ما كيزول منه داك الكالكير كامل وتشلوه بهكذا كيرجع جديد كما شريته نهار الاول. وهنا يا بنات غنجيكم لهاد الفكره هادي اللي انا متاكده غادي تعجب بزاف ديال الناس، ياك حاشنا في هذا في المسحوق اللي كتصبنوا به، خصوصا الناس اللي كيصبنوا بهذا المسحوق يعني ماشي بليكيد. هو دائما كنقول لكم ليكيد كيكون افضل واحسن، يعني سائل تيكون افضل واحسن من هذا. علاش؟ هذا ما كيديرش ليكم، هذا السائل ما كيديرش لكم الكالكير في الماكينه. ومهم انا دائما كنصح به. المهم الناس اللي متبعين المسحوق اولا معتمدين المسحوق وكتقول لك عندها هذا المشكل ديال انها كتقول لك كندير المسحوق في المجر، المجر كيولي ليا فيه الكالكير، الحويجات كنخرجهم كنلقى فيهم الطبايع بويض كاينين. هو فعلا بعد المرة شنو كيوقع؟ المسحوق كينزل في الحوايج وكيبقى المشاغبة جات. تصبي تصبي تصب، اجي اجي خرجي يا بنتي، اجي كيدخل وسط الحوايج وكيبقى في وسط الحوايج واخا يعني خرجيها خرجيها. حنا هدي هديها ديال المشاغبة ديها، غادي تيوصل لهاد المسحوق كيدخل وسط الحوايج وكيتكمش فيهم واخا كتبقى الدور وتشل. مع ذلك ملي كتجبدي اكثر هي كيبان في الاسود في الحوايج اللي تيكونوا كحلين، كتخرجيهم كتلقاي فيها الشهوبيه ولا البيوضيه اولا حتى التيد كاع تقدري تلقايه. المهم باش تفاداو هذا المشكل هذا وباش تفاداو المشكل انكم ما تبقاوش ديروه في المجر وباش تربحوا حاجه اخرى، هو انه الا كانت عندكم مثلا ديك هذا المسحوق ما الكاليتي ديالو ما كتعجبكمش اولا ما كيخرج لكمش الطبايع، دائما كنقول لكم الافضل ديروه مباشره مع الحوايج وما ديروهش في المجر. ولكن باش ملي ديروه مع الحوايج باش تافيتيو ان هذاك يبقى يلصق لكم في الحوايج الكحلين ويبقى لكم هكاك تسيد جالس في الحوايج، هتقبطوا هذا الكيس هذا ديال زيروميكا. هاد الطريقه زوينه، احسن حاجه انكم ديروها هنايا. كتاخدي المسحوق ديالك ياك اللي كتصبني به وكديريه في هاد الساشي ديال زيروميكا وصافي، كتعقديها هكا ديريها بحال كميميسه بهذا الشكل هذا. البنات انا درتها كموسه شتو صافي، وكتحلي المجر ديالك الباب عفوا وكديريه هنايا لداخل رميها صافي وسدي. منها قلت لكم راه غتصبن لك، ومنها هذاك الحتريب ديال المسحوق ما يلصقش لك في الحوايج، كيبقى كلشي في داك الكموسه ديال زيروميكا. كنتمنى ان هذه الفكره تكون عجبتكم، وكانت هذه اخر فكره معنا في الفيديو ديال اليوم. اللي كيف ديما كنقول لكم يا ريت يا ريت تكونوا كتستافدوا معايا ونكون هكا كنفيدكم وما نكونش كنضيع لكم وقتكم غير هكا هباء. وهنا البنات ما كرهتش ان كل سيده تبارك الله حدقة ما شاء الله عندها شي فكره معتمده مسلكاها في اي مجال كيما بغات تكون، كاع اللي ضافت للراس راه مزيانه. دائما كنقولها لكم تكتبها لينا في التعليق وانا بدوري نشرها باش الكل يستافد ان شاء الله، وهكا كنكونوا كلنا ساهمنا في الخير ان شاء الله. يلا البنات يلا البنات خليت لكم راحه الله، كنتمنى غير ما تنساونيش من لايكاتكم ومن البارطاج ومن التعاليق المضوبله اللي خطاكم عليا. وخلاص هنا الفيديو ديالنا غادي سالي ومع الف سلامه.